صاحب الجلالة الملك عبد الله، صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمين العام غوتيريس، أصحاب الفخامة والسعادة، فنحن نرى الآن أمام عيوننا المعاناة أمام ما يحدث للشعب الغزي، ونحن نود هنا أن نعبر عن حزننا وأيضا ونعبر عن عظيم امتناننا أيضا إلى الأردن ومصر وكافة المنظمات الأممية للدعم الغير مسبوق الذي يقدمونه للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة. أود أيضا في هذه المرحلة أن أعبر عن دعمنا لما قيل الآن عبر رئيس الوزراء سانشيز، ولن أقوم بتكرار ما قاله، ولكننا نؤكد ونؤيده، ونود أيضا أن نؤكد لكم جميعا ولنا أيضا بأن هناك سؤال دائما مطروحا على الطاولة: كيف يمكن لكل منا سواء فرديا أو بشكل تشاركي وجمعي، كيف يمكن أن نساهم من أجل أن نحد ونخفف من المعاناة، وكيف لنا أن نأتي بالسلام إلى المنطقة؟ سلوفينيا ليست بأكبر وأقوى دولة في العالم، ولكن هذا ليس عذرا علينا أن لا نقوم بواجبنا تجاه هذه المعاناة، وقد قمنا بذلك. سلوفينيا هي أيضا عضو في الاتحاد الأوروبي، وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن، ونحن استخدمنا المنصتان لأن نرفع سوية الصوت الذي ينادي لأجل استقلالية الشعب الفلسطيني، وأيضا لتقديم الدعم لكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تتعلق أيضا بوقف إطلاق النار والوصول إلى حل شامل وإلى سلام دائم، وندعو كافة الدول، وهنا أعني الدول الأوروبية، لأن نشد من المناصرة للشعب الفلسطيني، ليس فقط لأجل الصراع الذي يحدث، ولكن أيضا لأجل أن يكون هناك حلا شاملا في المستقبل. سلوفينيا أيضا قد انضمت وشاركت مع الجهود المقدمة من قبل المملكة الأردنية الهاشمية للشعب الفلسطيني في غزة. سلوفينيا في أسوأ حالاتها قامت بمساعدة الدعم عندما كان العدوان الإسرائيلي على أعلى مستوياته، قمنا برفع مستوى الدعم لنعبر عن رفضنا عن هذه الأفعال، وهكذا نبني الثقة فيما بيننا كشعوب وكدول، وأيضا سوف نستمر بالقيام بهذه الجهود بدعم كافة المساقات التي يمكننا أن نقوم بها. وأيضا نحن نؤمن بأن الحل السلمي يأتي عبر حل الدولتين، ولهذا السبب نحن اليوم في دولتنا وفي البرلمان قامت بالاعتراف باستقلالية دولة فلسطين، لأننا نعرف بأنه لا يوجد هناك أي طريق إلى المستقبل دون سلام شامل ودائم، ونحن اليوم يمكن أن نقدم دعما صغيرا في هذا الطريق الطويل، ولذلك أنا أعبر عن احترامي وتقديري لكم جميعا لتواجدكم هنا لاتخاذ هذه الخطوة. شكرا.